الصيرفة الإسلامية توجه مالي جديد في التعاملات البنكية بالجزائر، وبنك التنمية المحلية يشرع في اعتماده نهاية السنة الجارية. مرافقة للمستثمرين الأمريكيين من أجل تجسيد مشاريعهم بالجزائر، فريق عمل مشترك بين وزارة العمل ومجلس الأعمال الجزائري الأمريكي لبحث شراكات بين البلدين. اللواء عبد الغني هامل يؤكد العناية التي توليها المديرية العامة للأمن الوطني لانشغالات أعوان الشرطة ومتقاعدي القطاع وذوي الحقوق لدى إشرافه بتيزي وزو على توزيع مقررات استفادة من مساكن عدل. سكان المنطقة الحدودية برج عمر إدريس بإليزي يشكون نقص الخدمة الطبية. وضمن فعاليات الشهر الوردي حملات توعوية مكثفة للكشف المبكر عن سرطان الثدي وعنق الرحم ببشار. ومستشفى تيزي وزو يتعزز بتقنية جديدة في علاج الأورام. في المشهد الثقافي، تكريم أيقونة الأغنية الأمازيغية الفنان الشاعر لونيس أيت من قلات بجامعة تيزي وزو. والطبعة السادسة للصورة الفوتوغرافية بعنابة تروج للسياحة والموروث الثقافي الوطني. تحية لكم والسلام عليكم. هنأ رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة ناظره الألماني فرانك فولتر شتاينماير بمناسبة العيد الوطني لبلاده، معربا عن ارتياح لجودة علاقات الصداقة والتعاون التي تجمع البلدين، مجددا العزم على المضي قدما في تكثيفها خدمة لمصلحة الشعبين. وبالمناسبة ذاتها هنأ رئيس الجمهورية المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، مؤكدا تطلعه واهتمامه في أن تتم زيارته إلى الجزائر من أجل التحاور حول المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وأن تعطي المزيد من الدفع للتعاون الثنائي وفقا للتطلعات ذات الأولوية. وأعرب رئيس الجمهورية عن حرصه التام على العمل سويا لترقية وتطوير علاقات الصداقة والتعاون التي تجمع البلدين. في التعاون، حل اليوم بالجزائر رئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في توقف تقني، حيث كان في استقباله لدى وصوله مطار هواري بومدين الدولي رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح وعدد من أعضاء الحكومة. يشارك غدا وزير الطاقة مصطفى جيطوني بموسكو في الاجتماع الوزاري 19 لمنتدى الدول المصدرة للغاز والذي يضم حاليا 12 بلدا. المنتدى يهدف إلى دعم الحقوق السيادية للدول الأعضاء التي تمتلك أزيد من ثلثي الاحتياطيات العالمية للغاز على مواردها. إلى هذا يعمل المنتدى على ترقية الحوار ما بين منتجي الغاز والدول المستهلكة قصد ضمان استقرار وشفافية سوق الغاز وضمان سعر عادل للفاعلين في هذه السوق. في ملف التعاون الجزائري الأمريكي، بحث اليوم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي مع وفد من رجال العمل الأمريكيين، بحث فرص الاستثمار في الجزائر وآليات التشغيل والتوظيف والضمان الاجتماعي وكذا الإدماج الاجتماعي، حيث اتفق الجانبان على إنشاء فريق عمل يقوم بمتابعة كل فرص الاستثمار والشراكة المتاحة بين البلدين. عن التلفزيون جميلة موفق. بعد التقديم المفصل لسياسة التوظيف والضمان الاجتماعي وكذا نجاعة آليات التشغيل والتي من خلالها تم تأسيس أزيد من 500,000 مؤسسة مصغرة، بات من الضروري تكييفها والتطورات التي يشهدها العالم.
كانت لنا فرصة لإطلاع الوفد الأمريكي على السياسات والإجراءات المتخذة في مجال العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، وأنا اغتنمت هذه الفرصة يعني اللي أطلب من يعني الوفد الأمريكي لمرافقة المؤسسات المصغرة وخاصة الناشئة الستارت اب في تطوير يعني أعمالها. partenariat dans la formation de certains instituts, également dans les, pour les producteurs de médicaments, de ceux qui font des médicaments ici et autres services également et dans les autres secteurs. الوفد الأمريكي الذي كانت صناعة الدواء والمؤسسة الناشئة أكبر اهتماماته استفسر عن ميكانيزمات تعويض الدواء وكذا القوانين التي من شأنها تأطير توظيف الأجانب. نحن هنا نعمل على تعزيز هذا التعاون والمضي قدما في إنجاح استثماراتنا على المدى الطويل. المباحثات التي كانت مطولة عكست إرادة الطرفين في العمل سويا، وأول خطوة تشكيل فريق عمل مهمته التحضير لهذا التعاون. والمال قوام الاستثمار. إذ يفتح بنك التنمية المحلية نهاية السنة الجارية عبر وكالاته المنتشرة في ربوع الوطن، يفتح نوافذ للتعامل وفق الصيرفة التشاركية الإسلامية والتي ترتكز على أحكام الشريعة. تفاصيل مع أمال محمد عوف. الصيرفة الإسلامية أو الصيرفة البديلة نشاط مصرفي متوافق مع الشريعة الإسلامية. عامل الجذب القوي في هذه الصيغة هو عدم التعامل بالفوائد الربوية. احنا تساعدنا الطريقة هذه نتعامل معهم في مش بالفوائد الربوية. أنا إنسان خدام وعندنا الكريدي هذا مي كيولا في ليزانتيري ما قدرش ندير كريدي، دوكا هكذا إن شاء الله بربي نقدر ندير كريدي باسكو ما فيهاش ليزانتيري، حاجة مليحة تساعد الشباب ثاني. عملية التحضير لإطلاق صيغة الصيرفة الإسلامية التي باشرها بنك التنمية المحلية لابيديال تهدف أساساً إلى استقطاب المزيد من المتعاملين والزبائن لجذب أكبر قدر ممكن من السيولة النقدية المتداولة خارج القنوات الرسمية. منتجات الإسلامية قائمة على العقود، هي العقود، والعقود هذه هي عقود بيع، عقود إيجار، وعقود وكالة. المبدأ الأول في هذه المنتجات هي اشتري البنك ويبيع، دونك شراء وبيع بثمن معلوم وربح معلوم. عملية فتح النوافذ الإسلامية على مستوى بنك التنمية المحلية سبقتها تحضيرات مست تكوين العنصر البشري، تطوير النظام المعلوماتي، وتنويع المنتجات البنكية. وضع بنك التنمية المحلية نظام معلوماتي خاص ومنفصل تماما عن النظام المعلوماتي لبنك التقليدي، وكذلك من حيث المحاسبة هناك محاسبة منفصلة عن محاسبة البنك التقليدي، وهذا هو الأساسي في إطلاق هذه المنتوجات الجديدة. بداية تطبيق هذه الصيغة البنكية ستكون على مستوى بنك التنمية المحلية نهاية هذه السنة، على أن تشمل بنوكاً عمومية أخرى السنة المقبلة. هذا ويناقش برنامج الحوار الاقتصادي في عدده الجديد سهرة اليوم انعكاسات اعتماد الصيرفة الإسلامية على الاقتصاد الوطني وكذا الأطر القانونية لهذه التعاملات. البرنامج يأتيكم عقب هذه النشرة على الجزائرية الثالثة مع وردة عوفي. في المشهد الثقافي وبحضور وزير الثقافة عز الدين مهوبي كرمت اليوم جامعة مولود معمري بتيزي وزو، كرمت الفنان الشاعر الأيقونة لونيس أيت من قلات بدكتوراه فخرية نظير ما قدمه للأغنية والثقافة الأمازيغية على مدار 50 عاما من العطاء. التفاصيل مع محمد ياسين نقاش. خمسون سنة من العطاء الفني، 50 سنة ترجم فيها الفنان الفيلسوف والشاعر لونيس أيت من قلات قصائده إلى أغان جعلت منه أحد سفراء الهوية الأمازيغية. تستوي في ساني سن نموسنا ومقران المولود ثمعمر إجيا نزال إثقبايلي ثمديا السيس تستوي
يدي لينا بريد نمنو غف مزيخ سوق زوث لي زرخان ولدان. اليوم كان التكريم والتقدير بجامعة مولود معمري. يبقى لونيس واحد من حكماء الشعر الأمازيغي والشعر الجزائري عموما، فهذا الفنان الكبير الذي يعني عزز رصيده بكثير من الأعمال العميقة المستوحاة من تاريخ وهوية وتراث هذا الشعب، طبعا طبيعي جدا أن تكون هناك لفتة علمية كبيرة تجاه رصيده، فكانت الدكتوراه الفخرية التي منحت بكل بإجماع يعني لا أقول الأساتذة والمجلس العلمي ولكن كل رأي العام كان مجمع. يركل إذ يحملن يحملو يقلن ذفير ونشتاقين يقصاوضن قدم لي نشتا وذيقي ذي يصفر حناطس. لونيس أيت من قلات أحد قامة الفن في الجزائر، صوت ما زال يصدح بالحكمة والفن الأمازيغي. تحية عرفان للفنان الكبير. أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد القادر بوعزقي خلال ترأس الاجتماع الوطني للديوان المهني للحبوب، أكد أن إنتاج الحبوب بلغ 35 مليون طن، أي بزيادة طفيفة مقارنة بالموسم الماضي، ملحا على الاستمرار في توسيع المساحات المسقية وتطوير شعبة البذور. عن كثب حمزة أحمد بالقسم. 35 مليون قنطار من الحبوب تم إنتاجها خلال هذا الموسم رغم الظروف المناخية الصعبة والشح الكبير في الأمطار. أن أكد الوزير خلال لقائه بمدراء الدواوين الفلاحية للحبوب على ضرورة مرافقة الفلاح وتثمين جهود الدولة وحسن تسيير المساحات المخصصة لزراعة الحبوب وتوسيعها للرفع من الإنتاج. من بين الأهداف اللي موجودة في برنامج السيد رئيس الجمهورية توسيع المساحات أو المساحة الصالحة للزراعة بصفة عامة، والأولوية في هذا التوسيع يرجع بطبيعة الحال إلى زراعة الحبوب. الدولة من حيث الدعم المالي والدعم المادي قدمت كل الإمكانيات، 35 مليون قنطار كانت المحاصيل التي وصلنا إليها خلال هذه السنة، نعتبرها أن يعني نسبة محترمة. ومع انطلاق موسم الحرث والبذر وضعت الوزارة الوصية برنامجا لتكثيف ومعالجة البذور، حيث تمكن الديوان الوطني للحبوب من توفير 4 ملايين قنطار من البذور. تجهيز وتجديد محطات معالجة البذور على مستوى الوطني، حيث أنه ضاف للحاضرة الموجودة على مستوى التعاونيات 22 محطة جديدة، والفاتورة تاع الفارنة تفوت مليار دولار، لكن في القمح الصلب فيه استقرار وقلصنا الفاتورة ب 50%. هذا وتعتزم الوزارة مضاعفة الجهد لرفع الإنتاج الفلاحي تماشيا وسياسة الدولة كونه البديل الحقيقي للاقتصاد الوطني في الوقت الراهن. ألح وزير الموارد المائية حسين نسيب من المدية على ضرورة تأمين منظومات الربط ما بين سدود كودية سردون بالبويرة والبيرين بالجلفة وغريب بعين الدفلة، وهذا لتجنب الاختلالات الكبرى في تموين الولاية، داعي المسيرية المحيط المسقي لابن سليمان إلى استخدام أنظمة توفير المياه لترشيد الاستهلاك. المزيد مع محمد أمين بوتومي.
ولاية المدية التي تعرف شحا في المياه الجوفية تقترب بلديتها 64 من القضاء تدريجيا على مشكل التزود بالمياه، وهذا من خلال مشاريع ربطها بمياه سد كدية أسردون، سد غريب وحوض البيرين. في 64 بلدية كان 38 بلدية تجيها المياه يوميا والبعض منها على مدار ساعة، لكن ما زال فيه 26 بلدية تأتيها المياه يوم بيوم أو يوم في ثلاثة وأكثر. معناه أن هذه 26 بلدية تسجل عجز في التزويد بالمياه الصالحة للشرب. هذا ما أدى بنا على مستوى القطاع بالتنسيق مع سيد الولي لإعداد برنامج استثمارات من أجل تغطية هذا العجز. في هذا المجال لابد من تعزيز الولاية بمشاريع أخرى، على رأسها نقترح تجميد للحكومة، تجميد رفع التجميد على محطة الكبيرة نتاع برواقية. كذلك نسعى إن شاء الله من خلال إتمام يعني الباسان لاغوناج نتاع تمزقيدة. ولرفع مساحة الأراضي المسقية سد بن سليمان قد يحل المشكل، والذي ينتظر أن يسلم نهاية السنة الجارية. تتزامن نهاية الأشغال تاع سد بن سليمان مع نهاية تهيئة المحيط الكبير تاع بن سليمان اللي فيه ما أكثر من 2000 هكتار. وزير الموارد المائية الذي وضع حيز الخدمة محطة لضخ المياه ببنشكاو أكد على ضرورة استغلال كل الآليات لتأمين المياه للمواطنين. هذا وشهدت ولاية بشار في الأونة الأخيرة تذبذبا في توزيع الماء الشروب، ما دفع بالهيئات الوصية إلى المسارعة في تصليح الأعطاب التقنية بسد جرف التربة الذي يمول الولاية بهذا المورد الحيوي. تقول نوال بنطوبة: تذبذب في توزيع الماء الشروب شهدته ولاية بشار في الآونة الأخيرة، حيث شهدت معظم أحياء بلدية بشار انقطاعات متكررة دامت أحيانا لأكثر من أسبوع، وهو ما أثار استياء المواطنين، وأصبح عودة المياه إلى حنفياتهم هاجسهم الوحيد. في السيمة فايت السيمة أنا ما كانش الماء، الناس راها تعاني من أزمة الماء، الماء يجي يطلقوه مخلط ما عندك مشروب فيه. راحنا من العيد الأضحى راحنا نعانوا من هذا المشكل، تقريبا يجي في واحد الوقت حتى نقطعوا ياسه نقولوا ما يجيش، يجي على الربعة ونص نتاع الصباح كاين نوضوا لقاو طلقوا ديك الساعة صاي خاصنا نمشي نعاودوا نسقوا. في ظل هذه الوضعية سارع المواطن في البحث عن حلول أخرى، إما عن طريق المنابع الطبيعية أو عن طريق السهاريج، ولكن لمن استطاع إليها سبيلا. سيتي ما باش جينا هنايا جامي تجي، وإلا جات راه تجي غير الأحياء الكبار، غير طنك برما زناقي الصغار هما اللي فيهم المشكله، هما لهم ضرورين. الحي تاعنا ما كانش الماء خلاص، اللي عنده اللوطو راه يمشي يسقي، واللي ما عندهش الله غالب عليه راه يشوف يعطيه جارو بيدو. الجهات الوصيه ارجعت الاسباب الى اعطاب تقنيه بمحطتي المعالجه والضخ بسد جرف التربه الذي يمول الولايه بالماء الشروب، حيث سارعت الى اتخاذ الاجراءات الاستعجاليه اللازمه وعودة التوزيع إلى نظامه الطبيعي اليومي عبر جميع مناطق الولاية. تغيير جميع الآليات الفاسدة ووضع المحطة بنسب متفاوتة، حيز الخدمة أين واسمها محطة المعالجة عادة تخدم بالطاقة نتاعها 100%، ما على مستوى واسمها محطة واسمها القنادسة تم حل مشكل خزانات التحكم، التوزيع واسمها عاد إلى حالته واسمها العادية، ونشكر واسمها ساكنة بشار أنهم تفهموا الوضع وصبروا واسمها معنا. وتبقى طموحات المواطن ببشار كبيرة في توفير هذا المورد الحيوي الهام بشكل طبيعي وبنوعية جيدة. في قطاع السكن وبالحديث عن جهود إعادة الإسكان في إطار إزالة أقول الشاليهات بولاية بومرداس، تم اليوم ترحيل 72 عائلة من بلدية 14 إلى بلدية ولد موسى وفقا للبرنامج المسطر منذ 2016. التفاصيل مع مليكة سحقي. خطوة أخرى في الطريق إلى طي ملف السكنات الهشة والشاليهات، العملية 18 على مستوى ولاية بومرداس، التزام منذ عام 2016 تم من خلاله القضاء على أكثر من 5500 شالي.
اليوم 72 عائلة استفادت من بلدية 14 بسكنات لائقة على مستوى بلدية ولاد موسى. العملية متواصلة حتى نقضي على كليا على هذه الشاليات. الجميل كذلك اليوم هو أننا اليوم نحضر لأول دائرة بكل بلديتها لا تحتوي على سكنات جاهزة أي شاليات. نحن سكان الشاليات بلدية 14 نشكر كاع اللي وقفوا علينا في هذا نحوا علينا الغبينة والمحنة اللي كنا فيها. نوجه كلمة للسكان برك يحافظوا على الحي هذا. كنا معانا كبيرة في الشاليات، كي تجي الشتاء نخافوا، كي تجي الثلج نخافوا، البرد القاسي، الأولاد أمراض، الأوساخ، كل حاجة تسناها في الشالي. والحمد لله الحمد لله الحمد لله اللي فرج علينا ربي. برنامج ترحيل سطر قبل نهاية عام 2017 للقضاء على أكثر من 12 ألف شالي بولاية بومرداس. في الانشغال الصحي يعاني سكان بلدية برج عمر إدريس بإليزي منذ سنوات من تردي الخدمة الصحية بعيادة المنطقة، هذا فضلا عن توقف أشغال مشروع مستشفى جديد بسعة 60 سرير. المراسلة لإبراهيم بالخير. برج عمر إدريس 750 كيلومتر شمالي ولاية إليزي يعاني سكانها ولسنوات من نقص كبير في الخدمات الطبية بالعيادة المتوفرة، معاناة زاد منها توقف كلي لأشغال إنجاز مستشفى جديد بسعة 60 سرير، ما جعل المرضى في رحلة دائمة بحثا عن العلاج بين مستشفيات ورقلة وإليزي. تدني الخدمات في العيادة هذه المتعددة الخدمات اللي هنايا راه خلى المرضى والناس تاع المنطقة هذه يعانوا ويضطروا انهم يروحوا حتى الورقلة بعيدة 500 كيلومتر على هذه البلاصة ولا الى إليزي 750 كيلومتر. وصل نسبة عالية وحبسة الاشغال، ما لناش عارفين على حبس الاشغال، وما دابينا احنا السلطات هذه دير حل جدري لهذه المشاكل سيرتو نتاع الدياليز والمشاكل نتاع، ونتمنى اخصائيين يكونوا. خاصنا مستشفى كبير لقد حالات من رينا تدقر كانت تلقوا هذا الاستجين. واستدراكا لهذا التأخر، قرار من السلطات المحلية بإعادة بعث المشروع بتوفير اعتمادات مالية كافية لإنهاء الحصص المتبقية من هذا المشروع الهام. توقف المشروع نظرا لعدم وجود اعتمادات مالية، ولقد تم إنجاز لحد الآن من طرف مديرية الصحة 3 حصص، والباقي من الحصص حوالي 11 حصة ستتكفل بهم مديرية الجهات العمومية حسب التعليمات الواردة إلينا. وإلى أن يتحقق ذلك يبقى المواطن ببلدية برج عمر إدريس يتطلع إلى مشاريع واعدة في كافة المجالات. ونحن في أكتوبر الوردي، تعد توعية النساء بضرورة الفحص الذاتي والكشف المبكر عن سرطان الثدي وسرطان عنق الرحم السبيل الأنجع لمحاربة الداء الخبيث، وعليه نشاط تحسيسي لجمعية الرحمة ببشار وفحوصات مجانية للنساء عبر دوائر الولاية. تقول نوال المنطوبة: هي واحدة من اللواتي استطعن الانتصار على سرطان الثدي والتعافي منه بفضل الإرادة القوية والدعم الأسري، ورسالتها اليوم لكل امرأة الأمل في الحياة والشفاء من الداء الخبيث عن طريق الكشف المبكر. في عام 2009 والحمد لله استأصلت الثدي عادي، وكان شوية شوك ولكن درت شوية كوراج ودرت العلاج الكيميائي ودرت الراديوثيرابي، والحمد لله درك راني كي قالوا منظمة في جمعية ويا ربي كل الحمد راني شفيت 100%. وش رسالتي؟ يكشفوا الكشف المبكر وما يتخوفوش، عايشة حياتي عادي، ومن بعدها هزت لي بنية كل وردة وراهي ترضع، راهي عندها قريب عامين وراهي عاد ترضع بلسان واحد. جمعية الحياة للكشف المبكر عن سرطان الثدي وسرطان عنق الرحم وضمن مهامها التوعوية خلال الشهر الوردي تقدم فحوصات مجانية ونصائح لحواء حول سبل الوقاية من هذا الداء الخطير. في هذه الفحوصات مجانية نديروهم بمساهمة المؤسسات الاستشفائية للولاية اللي زودونا بالماتيريال. كي نديرو حنا هذه الفحوصات الناس اللي يصيبوهم يعني عندهم أشياء مبكرة ولا مشكوك فيها نوجهوهم، نديرو دي ماموغرافي ونوجهوهم للجهات المختصة. نصيحتي هي تكون توعية، تمشي للطبيب وإلا قال لها تقلع تقلع ودير فحوصات، خير اللهم تقلع صدرها ولا تقلع يدها. ها اللهم احسن تقلعي حاجه خير من اللي قاعد ينتشر فيك في صحتك صايم، واش ثلاثه تعالج ما تعالجيش. معارض ونشاطات تحسيسيه اخرى عبر دوائر الولايه ضمن اجنده الجمعيه للتوعيه بضروره الفحص الذاتي
والكشف المبكر للتصدي لداء السرطان. والكشف المبكر أكثر من ضرورة. إلى جانب التحسيس، تطلع المستجدات الطبية والتقنيات المستحدثة بدور فاعل في مواجهة هذا الداء. تقنية الباتسكان من التقنيات الجديدة في التصوير الطبي، ورغم حداثتها في الجزائر يحاول المشرفون على مستشفى الشهداء محمودي بتيزي وزو تعميمها. الربورتاج لعبد الرحمن شريط. لقاء هو الأول من نوعه في الجزائر، ضم أطباء الأشعة وأطباء الأمراض السرطانية بمستشفى الشهداء محمودي بتيزي وزو من أجل نشر وتعميم تقنية الباتسكان. استعمال الباتسكان كم سي اون موداليتي ريسونت ان الجيري سي بور ان بو ميو انفورمي اون ا رامني دي جون كي اون اون اكسبيريونس سي بور انفورمي دو لاكسبيريونس اي دو لا بلو فالو كابورت cet examen dans la prise en charge efficace aussi bien diagnostique que thérapeutique des lymphomes. اللقاء جمع أطباء من ضفتي البحر الأبيض المتوسط بهدف تبادل الخبرات من أجل التحكم في هذه التقنية الحديثة في بلادنا. البيت سكان va permettre d'évaluer la réponse au traitement. Donc avant le traitement, c'est l'extension de la maladie pour décider le traitement et après le traitement, c'est l'évaluation de la réponse. Les patients qui répondent bien, on fait plus autre chose. Les patients qui ont des difficultés à répondre, qui sont réfractaires, on pourra intensifier, mais on pourra bien les choisir. Mais ça commence. Je pense que la Tunisie est dans une situation assez proche de l'Algérie avec une technique qui commence. C'est que les médecins commencent à apprendre. Et donc on espère que ça sera de plus en plus le cas pour le bénéfice des patients. Oui. للتذكير فإن تقنية الباتسكان لم تدخل بلادنا إلا منذ سنة ونصف تقريبا، ويعد مستشفى الشهداء محمودي الوحيد على المستوى الوطني الذي يستعمل هذه التقنية. وصحة الأجساد مرتبطة بنظافة المحيط. أكدت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة فاطمة زهرة زرواط اليوم من تلمسان ضرورة التفكير في صيغة للتحصيل الجبائي على النفاية المنزلية، وهذا لدى إشرافها بتلمسان على افتتاح أشغال يوم من تراسي حول هذا الإجراء. المزيد مع سفيان مقنين. إجراءات تحصيل الرسم على الضريبة لرفع النفايات المنزلية هو عنوان اليوم الدراسي الذي أشرفت على افتتاحه فاطمة الزهرة زرواطي وزيرة البيئة والطاقات المتجددة بتلمسان. المعركة ضد النفايات سيتقاسم أعباءها من الآن المواطن جنبا إلى جنب مع السلطات المحلية. هي جباية قيمتها تتراوح ما بين 1000 دينار و 1200 دينار للعائلة الواحدة، يعني للبيت بالمسكن وفي السنة، ويتم تحديد السعر في مداولات من طرف المجلس الشعبي البلدي طبعا بعد ما يدرسوا هذا قضية التحصيل على مستوى الأمناء العامون للبلدية وعلى مستوى كذلك المكلفين بتحصيلها. سلامة البيئة ونظافة المحيط ثقافة لابد من تشجيعها في كل الفضاءات العمومية وبكل الطرق الممكنة، خاصة الفنية والإبداعية منها. رسالة لكل الجزائريين أنه الآن يجب أن نشوف بهذه النظرة الجميلة طبيعتنا، وبالتالي لازم يكون عندنا السلوك اللائق اللي يخلينا نحافظ عليها كإطار معيشي سليم باش يترعرح فيه الأطفال تاعنا. على هامش الزيارة وغير بعيد عن مغارات بني عاد بمرتفعات تلمسان، تم تدشين هذا المتنزه الترفيهي والذي سيكون متنفسا للأفراد والعائلات خصوصا أثناء العطل الفصلية والأسبوعية. في إطار التحضيرات الخاصة بالمحلية المقبلة، انطلقت أمس عملية المراجعة العادية للقوائم الانتخابية عبر الوطن لتحيين القاعدة المعلوماتية للمسجلين في قوائم الانتخابات. من أضرار رامي عامر. دلنا الاسم تاعك ولا جبت لنا الدوسي اقامه فوتوكوبي تاعك. فارس مولاي احمد مقيم ببلديه ادرار فوت التسجيل في المراجعه الاستثنائيه للقوائم الانتخابيه، وها هو يغتنم المراجعه العاديه لتدارك فرصه ممارسه حق الانتخاب ببلوغ السن القانونيه يوم الاقتراع. لها 10 اكتوبر ان شاء الله ندير 18 سنه درك باش تفات باش تلقى الناخب باش نشارك في الانتخابات صفاتي كجزائري مواطن جزائري باش نمارس كاع الحقوق تاعي. المراجعه
الانتخابية هذه هي مراجعة عادية وسنوية كل عام تبدأ من أول أكتوبر إلى غاية 31 أكتوبر من كل سنة، وهي بموجب قانون عضوي رقم 10 من 2016. القاعدة المعلوماتية والسجل الوطني للحالة المدنية عاملان أسهما في حسن سير العملية. أنا جيت دوكا 5 دقائق زعما عطوني معلومات، كملت كل شيء. التسجيل ديالك كامل درتيه؟ التسجيل كامل درته كامل. المراجعة العادية للقوائم الانتخابية تجرى في الثلاثي الأخير من كل عام، والغاية منها تحيين القاعدة المعلوماتية للحالة المدنية للمحولين لإقامة سكنهم والمشطوبين والبالغين السن القانونية. أكد المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل خلال إشرافه بولاية تيزوز على توزيع مقررات الدفع لمساكن عدل لأفراد الشرطة العاملين والمتقاعدين وذوي الحقوق، كما تم بالمناسبة تدشين مقر أمنية ومنشآت اجتماعية بعاصمة الولاية. المزيد مع يونس الكحلديب. تحسينا للحياة الاجتماعية لأفراد الشرطة، تم اليوم توزيع مقررات الدفع لسكنات عدل لأعوان الشرطة العاملين والمتقاعدين وذوي الحقوق، حيث فاق عدد المقررات الموزعة 18,000 مقرر عبر التراب الوطني. نتمنى يدخلوا هذه السكنات بالصحة والهناء والعافية. بعد هذه الفرحة التي تقسمناها معكم، ها أنا أمامكم لنتخاطب حول كل ما يخص المورد البشري الشرطي، حول كل ما يخص المؤسسة الشرطية، وحول كل ما يهم الجزائر. كما أشرف اللواء عبد الغني هامل على تدشين مقر الأمن الحضري السادس ومرقد للعزاب يتسع لأكثر من 250 سرير، وكذا قاعة رياضية لتمكين المؤسسة الشرطية من أداء مهامها. ضرورة إنجاز المهام المنوطة بنا في ظل احترام إنفاذ القانون، وخاصة وضع الميكانيزمات التي تحول دون تمكين المنوئين من الإساءة أو المساس بالممتلكات العامة أو الخاصة. اللواء عبد الغني هامل وخلال زيارته التفقدية لولاية تيزي وزو أكد على ضرورة إنجاز المهام المنوطة بالشرطة حفاظا على سلامة المواطن بالدرجة الأولى. أشاد ممثل وزارة الداخلية العراقية لواء ماهر نجم عبد الحسين الطائي بالمستوى العالي الذي بلغته الشرطة الجزائرية من حيث التكوين والأداء الميداني والاحترافية، وهذا خلال الزيارة الميدانية التي قام بها أمس إلى المدرسة التطبيقية للأمن الوطني ومخبر الشرطة العلمية، حيث تلقى شروحات وافية حول مراحل التكوين بمختلف مدارس الشرطة عبر الوطن، والتي تدعمت هياكلها بأحدث المعدات والوسائل البيداغوجية. شارك اليوم المدير العام للجمارك الدور بن طاهر بالعاصمة التونسية في أشغال اجتماع رفيع المستوى حول تعزيز أمن الحدود نظمه المكتب الجهوي للأمم المتحدة شمال إفريقيا والشرق الأوسط ضد المخدرات والجريمة، وهذا في إطار تنسيق مراقبة الحدود بين الجزائر وتونس والمشاريع الثلاثية بين الجزائر والمكتب الجهوي للأمم المتحدة وتونس، وقول بتقوية قدرات مكافحة الإتجار غير المشروع والجريمة المنظمة العابرة للحدود المرتبطة بالجماعات الإرهابية. كما سيشارك المدير العام للجمارك قدور بن طاهر في أشغال لجنة التعاون الجمركي الجزائرية التونسية المتعلقة بإنشاء مركز حدودي مشترك على الحدود بين البلدين لتسهيل وتنسيق المراقبة حول حركة الأفراد والسلاح. أشرف اليوم العميد بلقصير غالي القائد الجهوي للدرك الوطني بالبليدة على مراسم تنصيب المقدم مختار زروال قائدا للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالبليدة، وهذا بحضور السلطات الإدارية القضائية والعسكرية والأمنية للولاية. في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل استغلال المعلومات، كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي أمس بوجاية قنبلتين تقليديتي الصنع وحشوتين لحزام ناسف وهواتف محمولة. وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة أوقفت مفرزة للجيش وعناصر الدرك بكل من برج باج مختار وبشار وبسكرة وتلمسان 20 مهربا وتاجر مخدرات، وضبطت كميات من الكيف المعالج و5 شاحنات و6 مركبات رباعية الدفع وكمية كبيرة من السجائر
ومعدات تنقيب عن الذهب. إلى ذلك تم حجز كميات كبيرة من مختلف المشروبات وأزيد من 6 قناطير من مادة التبغ بكل من بسكرا معسكر ووهرة. جهة أخرى، أوقف حراس السواحل بعنابة 16 شخصا كانوا على متن قارب تقليدي الصنع، في حين تم توقيف 72 مهاجرا بطريقة غير شرعية من جنسيات مختلفة بتلمسان وعين تموشنت وتمنرست. من جهتها، تمكنت مصالح أمن ولاية تلمسان والمصلحة الجهوية لمكافحة الإتجار غير الشرعي بالمخدرات والمؤثرات العقلية تمكنت من حجز كميات معتبرة من الكيف المعالج إضافة إلى مشروبات كحولية، كما تمكنت فصيلة مكافحة تهريب السيارات من تفكيك جماعة منظمة تضم 7 أشخاص مختصة في التهريب الدولي للسيارات والتزوير. كما تمكن أعوان الجمارك الجزائرية على مستوى مطار محمد بوضياف بقسنطينة أثناء معالجة رحلتين قادمتين من الخارج، وبعد عملية تفتيش دقيقة تمكنت من إحباط محاولتي استيراد غير شرعي لكمية هامة من المجوهرات كانت بحوزة شخصين أحدهما من جنسية أجنبية. تمثلت المحجوزات في 129 قطعة من الفضة بوزن إجمالي يقارب 1 كيلوغرام، و99 قطعة من الذهب بوزن إجمالي يقارب 1.5 كيلوغرام. في النشاط الحزبي، كشفت اليوم الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون لدى افتتاح أشغال اجتماع المكتب السياسي للحزب، كشفت عن دخول حزبها في الانتخابات المحلية المقبلة على مستوى 43 ولاية، مؤكدة عزم تشكيلاتها السياسية على استغلال مختلف الفضاءات والوسائل الديمقراطية من أجل شرح برنامج حزبها وتأكيد حضورها في الساحة السياسية الوطنية من خلال الانتخابات التي وصفتها حنون بالمفصلية والمصيرية. من مسؤوليتنا كحزب أننا نستعمل كل الأدوات نتاع الديمقراطية السياسية، نستعمل كل الفضاءات، وهذا ما جعلنا نقرر المشاركة في الانتخابات. مسؤوليتنا كبيرة جدا كحزب في هذه المرحلة المصيرية. في ذكرتها التاريخية وحياء لستينية معركة السين المشتركة بين جيش التحرير الوطني والجيش الليبي ضد الاستعمار الفرنسي، نظم جمعية مشعلية الشهيد وجريدة المجاهد بالتنسيق مع مجلس الشورى لاتحاد المغرب العربي في إطار منتدى الذاكرة لقاء نشطه المؤرخ الدكتور محمد الحسن زغيدي، أدلى خلاله مجاهدون شاركوا في المعركة بشهاداتهم حول هذه المحطة التاريخية التي تعكس التضامن بين الشعوب المغاربية. إلى تقلبات الأحوال الجوية التي تشهدها العديد من ولايات الوطن، حيث تهطلت أمس أمطار غزيرة على مدينة ورقلة تسببت في عرقلة حركة المرور بمختلف الطرق والأحياء نتيجة انسداد المجاري المائية وقنوات الصرف الصحي. إلى ذلك، تسببت الأمطار الغزيرة بغردية في ارتفاع منسوب وادي ميزاب دون أن يخلف خسائر بشرية أو مادية، فيما تبقى الحيطة مطلوبة لتفادي أي أخطار محتملة. هذا وأفادت نشرية خاصة لديوان الوطني للأرصاد الجوية أن أمطارا رعدية ستبلغ كميتها أو تتجاوز محليا 30 ملمتر ستشهدها كل من ورقلة والوادي اعتبارا من اليوم الثلاثاء إلى غاية يوم غد الأربعاء، والله أعلم. دوليا، في جديد الملف الصحراوي، أكد أمس ممثل عدة دول أعضاء في منظمة الأمم المتحدة ومنظمة إقليمية من أمريكا اللاتينية والكاريبي خلال أشغال النقاش العام للجنة الرابعة المكلفة بالسياسات الخاصة بتصفية الاستعمار، أكدوا حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، مطالبين المغرب بالالتزام بالشرعية الدولية وداعين المنظمة الأممية إلى تسريع مسار تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية. تسلم وزراء حكومة الوفاق الوطنية الفلسطينية مقر وزاراتهم بقطاع غزة بعد عقد أول اجتماع للحكومة في القطاع منذ أكتوبر 2014، فيما أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن المصالحة والوحدة الفلسطينية كفيلان بتحقيق مكاسب أخرى للقضية. توفي اليوم الرئيس العراقي السابق جلال طلباني بعد صراع طويل مع المرض،
ويعد طالباني أول رئيس كردي للعراق انتخب عام 2005 لولايتين متتاليتين. طالباني أسس الاتحاد الوطني الكردستاني وشغل قول منصب أمينه العام، وكان من مؤيدي حقوق الأكراد ونشر الديمقراطية في العراق. إلى طائفة من الأخبار الدولية المتفرقة من توقيع عبد النور بعوز وصالح قاسي. أمام تأزم الوضع الإنساني للاجئين الروهينجا في بنغلاديش، منظمة اليونيسف تعلن حاجتها إلى أكثر من 71 مليون دولار للتكفل بأطفال مسلمي الروهينجا الذين فاق عددهم 700 ألف طفل يعانون سوء التغذية وحالات نفسية جد صعبة. على خلفية الأحداث الأمنية في إسبانيا، الأمم المتحدة تطالب الحكومة بضمان إجراء تحقيق مستقل حول أعمال العنف في إقليم كاتالونيا الذي يشهد إضرابا عاما احتجاجا على تعامل الشرطة خلال الاستفتاء حول انفصال الإقليم عن إسبانيا. الاستفتاء اعتبرته الحكومة المركزية غير قانونية. ما يزال وباء الكوليرا في اليمن يحصد مئات الأرواح. حصيلة الوفيات ارتفعت إلى أزيد من 2000 حالة منذ أفريل الماضي، فيما تم تسجيل قرابة 800 ألف حالة مشتبهة بالإصابة. عدم التمكن من وضع حد لانتشار هذا الداء المميت حسب المنظمات الإنسانية يعود للوضع الأمني الذي حال دون التكفل التام بالمصابين. الطاعون الرئوي في مدغشقر خطر حذرت منظمة الصحة العالمية من انتشاره، مؤكدة ضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة. حالات الإصابة بهذا الوباء اكتشفت منذ شهرين، لكنه انتشر ليشمل مدنا عديدة في غضون أسابيع فقط، رغم تقديم صندوق الطوارئ ما يفوق 400 مليون دولار لمكافحة الوباء. بعيدا عن الطاعون الرئوي عافانا الله جميعا، إلى الفن التاسع، حيث يحتفل المهرجان الدولي للشريط المرسوم بالجزائر هذا العام بالذكرى العاشرة لنشأته، معززا بذلك مكانة الفن التاسع ضمن التظاهرات الثقافية ببلادنا. الانطلاق أشرف عليه اليوم بقصر الثقافة مبدي زكريا وزير القطاع عز الدين مهوبي، مرفوقا بوزير التكوين والتعليم المهنيين محمد مباركي. التظاهرة التي تستضيف شرفيا فرنسا تتواصل لغاية 10 من الجاري بفضاءات مفتوحة وندوات ولقاءات مع مؤلفي الأشرطة المرسومة. وضمن الفعالية الثقافية دائما أعلن المدير العام لأوبرا الجزائر خلال ندوة صحفية عن الافتتاح الرسمي لسنة 2017-2018، حيث قدم ورقة طريق لشهر أكتوبر والذي يستهل بعرض لمدة يومين للحكاية الإفريقية. كما تمت برمجة عروض لحكواتيين من المغرب وتونس ودول إفريقية وحفلات شعبية لأوركسترا الأوبرا. برنامج تاري مبدأ في 5 و6 في هذا الشهر هذا، ممكن يعني مبادرة أولية، وعلى بالي بهذه المبادرة راح يكون عندها صدى كبير، اللي هي الكونت أفريكا. نعرف احنا باللي افريقيا هي منبع الاصاله، سي لو بيرسو دو لومانيتي، هي منبع الانسانيه، وبهذا الفضل عندها كنز كبير، كنز كبير لا مادي، كنز كبير تاريخي، كنز كبير حكواتي. اذا فيه عده مشاركات جزائريه ودوليه. الصورة الثقافية لا تكتمل إلا بنفحات بونا، إذ نختم بفعالية الصالون الوطني للصورة الفوتوغرافية بعنابة الذي يترقبه هواة ومحترفو الصورة بكل تقنياتها وجمالياتها. سعيد بلونيس. احتضنت دار الثقافة محمد بوضياف بعنابة فعاليات الصالون الوطني للصورة الفوتوغرافية في طبعته 6 تحت شعار ثقافة سياحة تراث بمشاركة وطنية قياسية. هذا معرض وطني بتنويعات فنية وجمالية لمجموعة كبيرة من شبان الولايات الذين يعشقون الصورة الفوتوغرافية الفنية. الصالون كان فرصة لتبادل الخبرات بين المشاركين على اختلاف الرؤى والزوايا بين فيزياء الضوء وكيمياء الخيال وتمازج الأزياء التقليدية لمختلف المناطق
لتتوالى الصور وتتوالى الرسائل. جينا اليوم العرس الوطني في عنابة، الحمد لله طبعا السادسة صدفنا المرة 90، صافي بليزير نتلاقاو مع دي فوتوغراف، كل واحد كان سافر بلده باللباس التقليدي. سا نو في توجور بليزير اني لي داكي افيك دوطخ ولايا، تسنا في الخدمة لنا، راني نسين الغاشي نظن، صافي بليزير اوسي دو كونيتر دوطخ كولتور، دو فوا دوطخ فوتو، دوطخ ترافو. حاجة مليحة، راح يكون هناك تقارب، هناك تماسك، وهذا ديما يدل على أنه يعني البلد تاعنا كالجزائر يعني راهو ديما متماسك، ديما يد واحدة. الصالون فضلا عن كونه فضاء ثقافيا هو وسيلة لترويج لسياحة وتراث وطن بالنظر للانتشار الواسع للصورة في ظل تطور وسائل التواصل الاجتماعي. إلى التذكير بأبرز العناوين: الصيرفة الإسلامية توجه مالي جديد في التعاملات البنكية بالجزائر، وبنك التنمية المحلية يشرع في اعتماده نهاية السنة الجارية. مرافقة للمستثمرين الأمريكيين من أجل تجسيد مشاريعهم بالجزائر، فريق عمل مشترك بين وزارة العمل ومجلس الأعمال الجزائري الأمريكي لبحث شراكات بين البلدين. اللواء عبد الغني هامل يؤكد العناية التي توليها المديرية العامة للأمن الوطني لانشغالات أعوان الشرطة ومتقاعدي القطاع وذوي الحقوق لدى إشرافه بتيزي وزو على توزيع مقررات استفادة من مساكن عدل. وكما تبعتم في النشرة، سكان المنطقة الحدودية برج عمار إدريس بإليزي يشكون نقص الخدمات الطبية. وضمن فعاليات الشهر الوردي، حملات توعوية مكثفة للكشف المبكر عن سرطان الثدي وعنق الرحم ببشار. ومستشفى تيزي وزو يتعزز بتقنية جديدة في علاج الأورام. في المشهد الثقافي، أيقونة الأغنية الأمازيغية الفنان الشاعر لونيس إيت من قلات يوشح بالدكتوراه الفخرية بجامعة تيزي وزو. والطبعة السادسة للصورة الفوتوغرافية بعنابة تروج للسياحة والموروث الثقافي الوطني. صارت اليوم على الجزائرية الثالثة تلتقون مع وردة عوفي في الحوار الاقتصادي والحديث عن الصيرفة الإسلامية. أما برنامج للعائلة وعلى المباشر على القناة الأرضية أطفالنا بين المدارس العمومية والخاصة. قبل هذا يصحبكم إسماعيل ميلودي في الصفحة الرياضية. إلى اللقاء.